مظبوط طبعا يا كريم، وموضوع مهم جدا يمكن انا وانت وقفنا عنده امبارح، بس الحقيقه يعني ما اتكلمناش فيه باستفاضه، وهو فكره الشائعات اللي بدات طبعا تنتشر على السوشيال ميديا، وبدا بقى يعني ناس كده بتتكهن فكره مين هينتقل للنادي الاهلي. دايما قبل اي ميركاتو بيبقى التركيز الاكبر على النادي الاهلي، لان هو دايما بيبقى عايزين الناس تعرف، اول وسط الكروي كله عايز يعرف مين اللي هيكون وجهته المقبله هو النادي الاهلي. هو موضوع مهم، واحنا امبارح الحقيقه وقفنا عنده بس ما طولناش، ولكن النهارده يعني واضح جدا ان احنا هندخل بدري، او يعني قبل فتره حتى الميركاتو بشهرين، في صراع كبير بقى مع كميه اخبار عن رحيل وبيع وتعاقد مع لاعبين كلهم اسمائهم مرتبطه الحقيقه بالنادي الاهلي. يعني امبارح بس يا كريم انا سمعت كده عن 5 لعيبه مشوا من الفريق من غير اي بيان رسمي، ومشوا ومن غير خلاص يعني يعني. خلاص الناس اللي هو صدقت على الخبر من غير حتى ان احنا نتأكد من صحة هذا الخبر. ولكن الحقيقة كمان مش بس قالوا 5، ده كلهم كمان اساسيين. يعني نفسي افهم ايه الدافع اللي يخلي اي شخص يتناول خبر زي ده عن لاعب حاجز مكان اساسي لنفسه وماشي بشكل جيد جدا وماشي بخطة ثابتة واخد ثقة كولر واخد ثقة الجهاز الفني. فحقيقي احنا بنستغرب امر غريب جدا كمان، ان هو الشيء بالشيء يذكر ان مفيش اي تقارير رسمية خرجت سواء من الجهاز الفني او لجنه التخطيط بخصوص فريق الكره او بيع او رحيل او انتقال اي لاعب من داخل النادي الاهلي. دايما بنفضل نقول مرارا وتكرارا احنا نادي مؤسسي بيعمل وفقا لامور تنظيميه بحته في تقييم لكل شيء، يعني دايما اي شيء بيبقى في بيانات رسميه وفي امور رسميه، وده دايما بيحصل في فترات يعني متقاربه، او دايما بنقول يا جماعه ما حدش يصدق السوشيال ميديا، دايما ناس كتير جدا بتبقى مش مصدر ثقه ومش مصدر موثق بيطلعوا يتكلموا اي كلام، وفي الاخر احنا اللي بيبقى عندنا الرسمي، احنا اللي بنطلع الخبر الرسمي، وفعلا في الاغلبيه بيطلع اخبارهم مش صحيحه 100%. فيعني فكره فتره الميركاتو مازال متبقي عليها شهرين علشان لسه تبدا، لسه بدري جدا على كل الامور دي. واتمنى ان الاصوات اللي بتقول ان مستر كولر كمان هيستغنى عن الفرنسي طبعا مودست، يعني شيء من التريث يا جماعة. فكرة ان احنا لازم نهدى شوية، المدرب نفسه نفى الكلام ده تماما وقال ان المرحلة اللي جاية يعني فكرة ان هو هيدي مودست اكتر من فرصة لسه بدري جدا علشان يعني نصدر الاشاعات دي. وفكرة كمان ان احنا شفنا ان هو بيديله اول مرة يلعب 90 دقيقة خلال المباراة الماضية، فلسه لسه لسه مودست، احنا محتاجين ان احنا نديله فرصته. يعني الجهاز الفني نفسه بقيادة مستر كولر شايف ان هو لسه قدامه فرصة علشان ينفي كل الشائعات اللي بتطلع عليه، فكرة كمان رحيله من عدمه ده لسه بدري عليه قوي ان احنا نتكلم فيه.